السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع مجاني اوبن سورس بيخليك تنحت في الأشكال اللي أنت عايز تنحتها وترسمها كأنك ممكن عين ديرو. طيب خلينا نضيف شكل نبدأ نشتغل عليه، مثلا أقول له أد سفير، أد مثلا حاجة بالشكل دوت، تمام. وبالزر الأيمن تقدر تلف زي ما أنت عايز. لو الخط ده مضايقك تقدر تقول له شيل لي ليه شو كورنر، تقدر تشوف الجريد او تخفيه الميرور لايت، وبعد كده تقدر تيجي الميرور لاين ده بيقسم بشكل نصين، تقدر تيجي تعمل شغل بالشكل دوت. يعني تقدر طبعا تغير الأداة اللي انت هتنحت بيها وتحدد الريدس بتاعك قد ايه. انا كنت تيست مثلا بالشكل دوت، تقدر فلترين في ادوات كتيرة تقدر تشتغل عليها دراج. تكسر هنا تقدر تقول له انا عايز بقى اغير البلندر هنا مثلا، ادي تاني محرك البلندر اللي انت هتشتغل عليه. طبعا تقدر تتحكم في الكاميرا فرونت توب ليفت زي ما انت عايز. الباك جراوند هل انت عايزها بالشكل ده كصورة مثلا، انفايرمنت طبعا الصورة تقدر تحمل أي صورة خلفية، وليكن مثلا حاجة زي كده، تمام. أو تقول لأ أنا عايز environment بالشكل دوت، أو عايزها بالشكل دوت، أو تقول له reset بالشكل دوت. تقدر تلغي كل حاجة موجودة في المشهد، تقدر تعمل كوبي سيليكشن، تقدر تعمل ديليت لحاجة معملها سيليكشن، وتقدر تنحت زي ما أنت عايز. وبعد كده تقدر تعمل امبورت لأي شكل، خلينا نقول له امبورت. وبعد كده هاجي هنا في الفولدر اللي انت فيه الحاجة بتاعتك اللي كنت انت تعملها امبورت، تقدر تختار شكل أو حاجة اللي انت عايز تعملها امبورت، تقدر تشتغل عليها حسب اللي انت تقدر هو سامح بيها. يعني ايه اهم من الفيديو اللي هو شغال بيها؟ هو شغال مثلا ب OBJ و STL، تمام؟ OBJ و PLY و STL. فندور على حاجة من الحاجات ديت، حاجات STL. أو أوبجكت مثلا نختار دوت مثلا، أو دوت ده عبارة عن مبنى كبير، طبعا المفروض ندخل حاجة صغيرة بس خلينا نجرب. أهوت المبنى أهوت تقدر تشتغل عليه، ولما تخلص شغلك خالص تقدر تسيب الشغل بتاعك كـ OBJ أو PLY أو STL، أو تقول له سبورت أول، تمام. هو البرنامج منافس للزي براش لو حد اشتغل عليه.